الحائري قال بأنك لست مجتهدا، فهل قوله هنا يكون دليلا على نفي الاجتهاد أم ثبوته؟ ما رأيكم بهذا الكلام؟ أقول إحنا وين كنت الأسئلة الحساسة أسميها، يعني لا أريد أن أجيبها، لأن الجواب عنها ما دام السؤال حساسا فالجواب يكون حساس، لكني على كل المفروض أن أكون دقيقا في الإجابة، يعني في الوقت الذي أريد أن أدافع به عن نفسي علي أن لا أقدح في الآخرين. نعم. وهذه موازنة صعبة، هذه موازنة صعبة، لأنه عندنا في الروايات من يقول أن الصراط المستقيم يصفون يوم القيامة، يقول أحد من السيف وأدق من الشعرة، هذا رمز لماذا؟ لأن يقول مسيرة الحق، مسيرة الحق دقيقة جدا، لو زلت عنها شعرة يمنى أو شعرة يسرى ابتعدت عن الحق. فأنا أعترف أن بعض المواقف تكون من الدقة، بحيث عليك مثل هذا سؤالك، علي أن أدافع عن نفسي، لكن الدفاع عن نفسي يعني شئت أم أبيت يتطلب أن أنتقص أو أقدح في الآخر، فكيف أستطيع أن أدافع عن نفسي دون أن أنتقص من الآخرين؟ مسألة جدا دقيقة، لكن على كل أستطيع أن أجاوب يعني بشيء من التوازن، لأن هذه الشهادة من السيد الحائري يعني أني لست مجتهدا، وإن كنت أحترمها حقيقة، لكن أو أجيب بنقاط. يعني النقطة الأولى أن الذي يهون الخطب علي أن السيد الحائري مو بس عني قال مو مجتهد، حتى عن السيد الصدر الثاني قال مو مجتهد، وعن سيد فضل الله قال مو مجتهد، يوجد في بعض الكتب إشارات أيضا، وبعضهم ناقشوه بأنك تقول عن السيد فضل الله ليس بمجتهد، رغم أنه عدد من الفضلاء والأساتذة شهدوا باجتهاد السيد فضل الله، ومنهم بحسب الكتاب، يعني أنا لم أطلع، بحسب الكتاب يقول ممن شهد للسيد فضل الله بالاجتهاد شيخ محمد إبراهيم الجناتي الذي شهد له الصدر الأول بالاجتهاد للجناتي، لأن الجناتي شهد باجتهاد فضل الله، فألا يكفي دليلنا على اجتهاد فضل الله؟ ومع ذلك سيد الحائري قال عنه ليس مجتهد. المنقول أيضا أنه عن سيد الصدر الثاني قال ليس بمجتهد، فإن هي أسوة حسنة إذن بهؤلاء، ما دام هؤلاء أنه في اجتهادهم فأنا واحد منهم، فهذه على كلنا النقطة الأولى في الجواب. النقطة الثانية أني يعني لم يقل سيد الحائري ما هي كتب الاستدلالية التي قرأها وحكم بعدم اجتهادي فيها، أنا طبعت كتابين استدلاليين، القول الفاصل في أحكام الخلق هو كتاب بحوث استدلالية من هكذا في الفقه المقارن، كتابين استدلالية، خلي يقول لي أي من الكتابين قرأ وما هي نقاط الضعف فيهما حتى أستطيع أن أناقشه، لأنه أي خصومة تحصل بين اثنين لازم الخصمين كل منهما يدلي بحجته، ما لازم طرف واحد. فجناب السيد الحائري الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية حينما يقول أن الشيخ محمد ليس بمجتهد، فأخبرني أي كتاب قرأته وثبت عندك أني لست مجتهد حتى أستطيع أناقشه، فما أدري إن كان فعلا ذلك أم أن الشهادة هذه بعدم اجتهادي خاضعة مثلا لأمور أخرى غير علمية، أنا لست محيطا بالتفصيل، لكن أقول إذا كانت شهادة علمية فحبذا سيد الحائري يرسل تحفظاته ومناقشاته حتى أستطيع أن أدافع عن نفسي، يعني أنا أيضا بدي أن أسمع لعلي فعلا لست بمجتهد، إذا هكذا الرجل يبيني أنا هل قد مستواي العلمي ضحل حتى أنا أعرف، أنا ما أريد أتورط أمام الله تعالى وأعلن أني مجتهد وأني لست بمجتهد، فيا ريت يسوي فضل علي أنا شخصيا قبل أن يسوي فضل على الآخرين ويرسل لي وين نقاط الضعف الموجودة في كتب الاستدلالية حتى أكون على بينة أني لست بمجتهد. ومع ذلك يوجد أحد الفضلاء ممن كان في قم ودارس واحد خارج عند السيد الحائري نفسه، اجل العراق ذاك اليوم وقرأ أحد كتب الاستدلالية، قال مو بس أقول أن كتابك يدل على اجتهاد، بل أقول أن نصف المراجع الموجودين فيكم لا يستطيعون أن يكتبوا استدلالا بهذا المستوى. وهذا رجل من أهل الخبرة، رجل فاضل، أنا أتحفظ على اسمه، لكن إذا احتجنا على اسمه أنا أقول اسمه ما هو، فقال هذا الكلام. فأنا مع احترام لرئيس الحائري من حقي أن أطالبه، أطالبه أمام المجتمع أولا بل أمام الله تعالى ثانيا، لأنها هذه كلمة سببت فتنة لدى المجتمع، ومن حقي أن أقاضيه أمام الله تعالى أولا وأمام المجتمع. أنت تقول قرأت كتبك ولست بمجتهد، قدم لي نقاط الضعف، انصحني. المؤمن مرآة المؤمن، يعني مرآة المؤمن يعني شوف بعيوبه حينما ينظر إليه، فأنت مؤمن يا سيد الحائري وأنا إن شاء الله مؤمن، فأريني نقائصي وضعفي في كتب الاستدلالية حتى أكون على بينة، لا أخدع نفسي ولا أخدع الآخرين وأكون ممنون إليك. أما أن تقول هذا الكلام المجمل وتسبب هذا الفتنة التي حصلت في الشارع، فهي أقاضيه أمام الله تبارك وتعالى وأمام المجتمع.